مطار قلميم هذا الصباح أفراد القوات الملكية الجوية يضعون الترتيبات قبل نقل المساعدات الغذائية إلى إقليم سيدي إفن. قرار المغادرة اتخذ بعد تحسن الأحوال الجوية وبعد ساعات طويلة من الأمطار. جسر جوي يربط مدينة قلميم بسيدي إفن، حيث قامت الطائرات بأكثر من 30 رحلة. المجهودات راه مبذوله من اجل يعني ايصال المواد الغذائيه الى الساكنه المتضرره في غضون هذا اليوم ان شاء الله. نقص الماء دفع بالبعض الى التزود بماء المطفيات في عز فتره الفيضانات. الماء ديال الشتاء هو اللي كاين عندنا، هو باش كنعتقوا دابا الماء ديال لونيبراه مثلا كاين. علاش؟ قطعوه داه الواد، دوزوه في وسط تراجيد الواد، جا الواد وداه. تتدفق المساعدات منذ يوم أمس في انتظار وصول باخرة بعد منتصف اليوم إلى ميناء سيدي إفني محملة بقنينات الغاز والمواد الغذائية لتلبية حاجيات السكان. قول يا سيدي هذه المساعدات واش كافياكم؟ هذا الشيء دابا المهم الحمد لله على هذا الشيء، ولكن تنبغيو لينا مشاو لينا بزاف الحوايج والباس ما بقاش عندنا، بقينا بلا ماء بلا ضوء. إيوا صافي الطريق مقطوع، اللي بغى الخضرة واللي بغى شي حاجة جينا من الكادير نمشي بلاصة راه ما كايناش. نشاط غير معتاد يعرفه مطار قلميم الذي تحول إلى محطة لاستقبال الإمدادات، وذلك بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة المناطق المنكوبة.